السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء قناة المدرسة الربيعية، مرحبا بكم. مرحبا بكم في الدرس الأسبوعي التاسع في مادة التربية الإسلامية للسنة الثانية من التعليم الابتدائي، باب التزكية، القرآن الكريم، سورة الماعون. أهداف التعلم: أستمع إلى سورة الماعون وأقرأها، أستظهر سورة الماعون وأفهم معانيها، أستشعر أهمية الصلاة. الحصة الأولى: أستمع. في البداية نستمع إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ عمر القزاري، جزاه الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أردد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. أفهم المفردات معانيها: يدعو اليتيم تعني ينهره بشدة، ساهون تعني غافلون عن الصلاة، الماعون تعني كل ما ينتفع به الناس. أستفيد: يحث الله تعالى عباده على الصلاة والإحسان إلى اليتامى والمساكين. الحصة الثانية: أحفظ وأستظهر. أستظهر سورة الماعون كاملة. أقوم تعلماتي. أصل بخط كل آية بمعناها. يمنعون الماعون، يدعو اليتيم، يحرمون الناس من كل ما ينفعهم، ينهر اليتيم بشدة، يأكلون طعام المسكين بغير حق. يمنعون الماعون تعني يحرمون الناس من كل ما ينفعهم، يدعو اليتيم تعني ينهر اليتيم بشدة. من هم الذين أعد الله لهم الويل في جهنم؟ الذين أعد الله لهم الويل في جهنم هم، يقول تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إذن فهم المصلون الذين هم عن صلاتهم ساهون، والذين يراءون هم يراءون ويمنعون الماعون. أستثمر. ألون بالأخضر الأدوات التي يمكن أن أنفع بها صديقي
في القسم إذا ضاعت منه: قلم، ملعقة، طبشورة، زليفة، مبرعة. الأدوات التي يمكن أن أنفع بها صديقي في القسم إذا ضاعت منه هي: قلم، طبشورة، ومبرعة. اهتدي، أحسن إلى اليتيم وأطعم المسكين، ولا أغفل عن الصلاة المفروضة. باب الاستجابة: أتعرف الصلوات المفروضة. أهداف الدرس: أتعرف أن الصلاة عبادة لله. أتعرف الصلوات المفروضة. أتشبع بقيمها وأحافظ على أدائها. أميز بين الصلاة النهارية والليلية. الحصة الأولى: أتذكر وأستثمر. قال الله تعالى في سورة الشرح الآيتان 7 و8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. أكتشف وأعبر. ماذا يفعل هذا الطفل؟ هذا الطفل يصلي. لماذا؟ لأن الصلاة مفروضة على الناس جميعا. ماذا قالت البنت؟ قالت البنت: إنه يصلي العصر. وماذا قال الأب؟ ماذا قال الأب؟ لقد أخرها عن وقتها، وسأنصحه بالمحافظة على الصلاة في وقتها. أكتسب، أقرأ وأفهم. قال الله تعالى في سورة البقرة الآية 236: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صدق الله العظيم. حافظوا تعني أقيموا الصلاة في وقتها. أستنتج: يصلي كل مسلم 5 صلوات واجبة في أوقات معلومة من النهار والليل. الحصة الثانية: أستثمر. الصلوات المفروضة: صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، وصلاة العشاء. كم عدد الصلوات المفروضة؟ عدد الصلوات المفروضة هو 5. أقوم تعلماتي: الصلوات المفروضة هي صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، وصلاة العشاء. ثانيا: الصلوات النهارية هي صلاة الصبح، صلاة الظهر، وصلاة العصر. ثالثا: الصلاتان الليليتان هما صلاة المغرب وصلاة العشاء. أتشبع بالقيم:
أستجيب لله وأقيم الصلاة في وقتها المعلوم عبادة لله تعالى وطهارة لنفسي، أبحث أتعرف أثر الصلاة في نفسي وأطهر بها قلبي من الكراهية والسخرية. شكرا لكم أصدقائي على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.